السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أحوالكم؟ How are you؟ بخير، all right. وهذا ما أتمنى لكم من صميم قلبي. اليوم درسنا إن شاء الله الدرس السادس، lesson number 6، هو درس يتكلم عن الأرقام الترتيبية أو الأعداد الترتيبية. Cardinal numbers. Cardinal numbers. نستعمل هذه الأرقام عندما يتعلق الأمر بالترتيب. إننا نستعمل هذه الأرقام عندما يتعلق الأمر بالترتيب. الأول، الثاني، الثالث، الرابع، إلى آخره. وهذه الأرقام دائما نجدها مختصرة. وهذه الأرقام دائما نجدها مختصرة. فلنبدأ. رقم واحد، وان. كيف نقول إذا أردنا أن نحسب بالترتيب؟ نقول the first، ونقول the first، الأول، the first، الأول، ونكتبها على هذه الطريقة، واحد st، st مختصرة، هنا كتبنا واحد مختصر، واحد فوق st، the first. ثاني the second، the second، the second، الثاني، ونكتبه على هذه الطريقة، اثنين and the، and the second، the second. إذا أردت أن أقرأ هذا الرقم ماذا سأقول؟ مثلا سأقول the first، the first، the second، the second. ثلاثة أقول the third، the third، الثالث، the third. نكتب على هذه الطريقة، الثالثة rd، r، عفوا rd، rd، نطقتها باللغة الفرنسية، اعتذر، ثلاثة rd، rd، the third، الرابع، الرابع، the fourth، الرابع، the fourth. اكتبوا على هذه الطريقة، أربعة th، th، th. هنا اختلفنا في الكتابة، الأول st فوق، الثاني أكتب الرقم وأكتب فوقه nd بطريقة مختصرة، nd، الثالث ثلاثة rd. أما بالنسبة لهذه الأرقام الباقية فأكتب دائما فوق th، th، إذا ما لاحظتم th، th، th. أعيد، الرابع أقول the fourth، في الأخير th، the fourth، الرابع، الخامس ماذا أقول؟ the fifth، the fifth، وليس the fifth، the fifth، the fifth، الخامس، th. السادس the sixth، السادس the sixth، the sixth، th دائما. السابع، السابع the seventh، the seventh، the seventh. كم سأقرأ هذا الرقم مثلا هنا سأقول the seventh، ويكتب the seventh، th دائما، th، the seventh. الثامن the eighth، the eighth، the eighth. شو هذه الطريقة؟ التاسع the ninth، the ninth، the ninth. دائما th، the ninth. أكتب الرقم وما فوقه أو بجانبه th، أقرأ the ninth، the ninth، التاسع، العاشر the tenth، the tenth، the tenth، the tenth، العاشر the tenth، الحادي عشر the eleventh، the eleventh، the eleventh، the eleventh، الثاني عشر the twelfth، the
ثلاث نقاط مثلا في الاخير. النطق كما سبق القول فهو مهم ومهم جدا. دو توالفت اوي. اعيدوا معي الاول. The first. The first. The first. اكتبوا على هذه الطريقة. The first. الثاني. The second. The second. The second. اكتبوا على هذه الطريقة. الثالث. The third. The third. The third. على هذه الطريقة اكتبوا كذلك. الرابع. The fourth. The fourth. The fourth. على هذه الطريقة. الخامس. The fifth. وليس the fifth. The fifth. The fifth. The fifth. الخامس. السادس. The sixth. The sixth. تي اش نقراها ثاء ثاء ثلاث نقاط. تي اش او تي اتش. تي اتش اقراها ثاء. دو سيكس اكتبوا على هذه الطريقه. السابع. دو سيفنث. دو سيفنث. الثامن. دي ايث. دي ايث. دي ايث. دي ايث. الثامن. التاسع. The ninth. The ninth. The ninth. العاشر. The tenth. The tenth. The tenth. الحادي عشر. The eleventh. The eleventh. The eleventh. The eleventh. الثاني عشر. The twelfth. دو توالفت. دو توالفت. وعي للمرة الأخيرة. دو فيرست. دو فيرست. دو سيكند. دو سيكند. دو ثيرد. دو ثيرد. دو فورت. دو فورت. دو فيفت. وليس دو فايفت. دو فيفت. دو فيفت. دو سيكست. دو سيكست. The seventh. The seventh. The seventh. The eighth. The eighth. The eighth. The ninth. The ninth. The ninth. The tenth. The tenth. The tenth. The eleventh. The eleventh. The eleventh. The twelfth. The first. The second. The third. The fourth. The fifth. The sixth. The seventh. The eighth. The ninth. The tenth. The eleventh. The twelfth. The thirteenth. The thirteenth. الثالث عشر. The 13 وتكتب على هذه الطريقة. TH 20 ماذا نقول؟ العشرون. 20 20 نقول 20. العشرون. The 20th. The 20th. إذا ما لاحظتم Y عويت به IE. IE. The 20th. 21 ماذا نقول؟ The 21st. لاحظوا الفرق هنا تغيرت. The 21st. نكتب على هذه الطريقة. ST كما استعملنا The first. استعملنا ST كرقم مختصر. ST. The 22nd. The 22nd. ND كرقم مختصر استعملنا ND. لاحظوا دائما هذه الحروف. The 30. The 20 عفوا. Third. The 23rd. RD كرقم مختصر استعملنا RD.
de 23 24 ماذا نقول de 24 de 24 de 24 يكتب على هذه الطريقة TH 30 de 30 de 30 تكتب على هذه الطريقة TH كذلك de 30 أما إذا حاولنا أو إذا ما أردنا أن نقول 31 ماذا سنقول the 31st the 31st كما حصل في الرقم 21 قلنا the 20 the 21 the 21st the 21st the 31st the 32nd 32 the 33rd 33 the 34th 34 إلى آخره 40 the 40th كتبت طريقة TH كذلك 40 the 40th إذا ما أردنا أن نقول 41 ماذا نقول أو كيف نقول the 41st 41 the 42nd 42 the 43rd 43 the 44th 44 إلى آخره رقم 50 نقول the 50th ولا نقول the 50th the 50th the 50th the 50th 60 the 60th the 60th the 60th first the 60th second the 60th third إلى آخره رقم 70 ماذا نقول the 70th the 70th the 70th نكتب هذه الطريقة TH دائما رقم 80 ماذا نقول the 80th the 80th الثالث ثلاث نقاط the 80th ونكتب هذه الطريقة the 80th أعيد أعيد معي 13 أو 13 the 13th the 13th ثاء TH نقرأها ثاء 20 the 20th the 20th 21 the 21st the 21st 22 the 22nd the 22nd 23 ماذا نقول the 23rd the 23rd the 23rd 24 the 24th the 24th 30 the 30th the 30th 40 the 40th the 40th the 40th 50 the 50th the fifth the 50th the 50th 60 the 60th the 60th the 60th 70 the 70th the 70th the 70th 80 أو الثمانون السبعون الستون الخمسون الأربعون دائما نقول the 40th الأربعون the 30th الثلاثون the 50th الخمسون the 60th الستون السبعون the 70th الثمانون ماذا نقول the 80th the 80th the 80th the 13th the 20th the 21st, the 22nd, the 23rd, the 24th, the 30th, the 40th, the 50th, the 60th, the 70th, and the 80th. The 90th, the 90th, at 90, the 90th, the 90th. التاسع وتسعون the
99th, the 99th, the 99th, المئة, the 100th, the 100th, the 100th. You know it, the 90th, the 90th. واحد وتسعون ماذا نقول؟ The 91st, the 91st, the 99th, the 99th, المئة, the 100th, the 100th. هناك ثلاث ملاحظات سنتطرق الآن. الملاحظة الأولى فيما يخص second, فsecond تحل محل اسم وتحل محل فعل. مثلا for example wait a second, wait a second. انتظر ثانية, wait انتظر, wait فعل to wait, wait a second في الأمر, wait, wait a second, انتظر ثانية. ويمكن أن تحل محل فعل to second. الفعل دائما نستعمل عندما يكون غير مصرف, نستعمل to second, فعل هنا فعل to second, هذا فعل. ماذا يعني؟ يعني to help, to help, ساعدة, to help. أو يؤيد, to support, to support. To second معناها to help, to help. ما معنى to help؟ ساعد. I help, you help. سنتطرق إن شاء الله إلى الصرف في الدروس اللاحقة إن شاء الله. To second معناها to help, to support. الملاحظة الثالثة, the third. يمكن أن نقول جزء من ثلاث أجزاء, نكتب هكذا على هذه الطريقة, the third, جزء من ثلاث أجزاء, the third. جزء من أربعة أجزاء, نكتب على الطريقة, جزء من أربعة أجزاء, جزء من ثلاثة أجزاء. نستعملها the third, نستعملها في كتابة القصور, في كتابة القصور. جزء من ثلاثة أجزاء, جزء من أربعة أجزاء, كيف نقول the third أو the fourth. لنعيد, the 90th, the 100th, the 99th, the 100th. الملاحظة الثالثة والأخيرة, الأعداد الترتيبية تأتي قبل الاسم. The cardinal numbers come before the noun. The cardinal numbers come before the noun. لنأخذ مثال. Let's take an example. أنت ساكن في الطابق الأول. You live on the first floor. You live on the first floor. فالرقم أو العدد الترتيبي هنا أتى قبل الاسم. اسم هو the floor, الطابق. You أنت أو أنت أو أنتم كما سبق القول. Live تسكن أو ساكن. You live on the first floor. ويمكن القول كذلك, هنا سنستعمل رقم عادي one. You live on the floor one. You live on floor one. استعملنا رقم عادي. لاحظوا الفرق, هنا الرقم الترتيبي أتى قبل الاسم, وهنا الرقم العادي أتى بعد الاسم. لنأخذ مثال آخر للتوضيح أكثر. إذا أردنا قول القسم السابع يمكن القول the seventh classroom. The seventh هو الرقم التعداد, هو الرقم الترتيبي أو العدد الترتيبي, أتى قبل الاسم, the seventh classroom. ويمكن القول أو or the classroom 7, the classroom 7. 7 هنا رقم عادي أتى بعد الاسم, فالرقم الترتيبي الذي هو 7 أتى قبل الاسم,
أما الرقم العادي فأتى بعد الاسم. بهذا الدعاء نختم درس اليوم، فكما سبق القول إنني دائما في انتظار اقتراحاتكم وآرائكم. من فضلكم لا تبخلوا عنا بالمشاركة ولايك. دمتم في أمان الله، إلى الدرس المقبل إن شاء الله.